صديقتي، ماذا بكم ديروا نجام واشتراك بالقناة هكا باش يوصلكم كامل جديد. لقطة بالليل قبل تسجيل سليماني الهدف. ولكن قبل أن نبدأ، إذا كنت محبا للمنتخب الوطني اضغط لايك على الفيديو ولا تنسى الاشتراك بالقناة ليصلك جديدنا. انتهت مواجهة المنتخب الوطني الجزائري أمام منتخب الكاميرون بتفوق الخضر بهدف دون رد، كما وقع الهدف الوحيد في المباراة إسلام سليماني برأسية رائعة في الدقيقة 40. وأثارت لقطة رائعة لبلايلي إعجاب الجميع، أين احتفل بطريقة لا إرادية قبل تسجيل سليماني الهدف، وهو ما جعل نشطاء يغردون بلايلي يحتفل بهدف في مخيلته. فما رأيكم أنتم؟